انا مش عايز بصراحه الفيرجن والكلاس ده، انا عايز بس الاي دي الاصل الار اي دي، وعايز الار اي دي زي ما هو بيكتب كده. يعني انا اقدر اقول له ايه؟ اقدر اقول له هات ار اي دي والاي دي بتاعنا الجميل والسالري مثلا بالترتيب اللي انا عايزه، وقلت له كده ايه؟ رن، فجاب لي اللي انا عايزه بالظبط. ادي الار اي دي اهي، وادي الاي دي. الاي دي طبعا ده ما طلعش كويس ان دي حصل، لان انا كنت شغاله جوه الداتا بيز اي دي كابتر، فلازم اشتغل على الاي دي كابتر واعمل رن كده. الله ينور. تمام، ادي الار اي دي، اد ار اي دي والاي دي والنيم والسالري والجوب كله تمام، والضعف عندنا في الداتا بيز، وادي شكل العرض. يبقى احنا كده بصينا لقينا طبعا ممكن احط وير ونحط كلام من ده، مش عندنا مشكله. يعني ممكن اقول مثلا اقول له وير يعني بشرط ان السالري مثلا اكبر من 27000. هات لي بس الناس اللي مرتباتهم اكبر من 27000. فقال لي هو طه ومرزوق، هم دول بقوا 37000، بقى كله 27000. فقدر يجيب لي الناس دي يعني. فكاس كيو ال وستاندرد وسيلكت وكلام من ده، الدنيا شغاله تمام، الدنيا شغاله تمام، ما عندناش مشكله. وشوفنا كده على السريع نحدد فيلدز معينه ونحط كونديشنز، ووضحنا ان الكونديشنز دي حاجات بسيطه زي اللي احنا اخذناها قبل كده. يعني هاخد كام امر كده سريع على conditions اللي احنا اخدناها قبل كده، زي مثلا لما بحثنا بالنيم لايك مثلا، كان ده من الحاجات اللي هي كانت مفيده ومستخدمه بشكل يعني كبير. هي نفس الكلام لو عندنا الاسماء مثلا، قلت له انا عايز اللي هو تي اي اتش وبعد تي اي اتش اي حاجه، معناها اي حد يبدا بالتي اي اتش وبعديها اي عدد من الحروف. عملت رن، قال لي في طه وفي طاهر، الاثنين تي اي اتش تي اي اتش. تمام، يبقى وطبعا انا حاطط قبلها تي علامات في الميه والكلام اللي احنا شرحناه قبل كده في ال، بس بحاول احفظ دايما الاوامر اللي احنا استخدمناها قبل كده. طبعا في طرق، في طرق ثانيه، بس انا باكد بس على الاصول اللي موجوده يعني. طيب السالري مثلا ممكن اقول له السالري، كنا بنعمل بتوين طبعا ما بين كذا وما بين كذا، ده كان شهير يعني. هنا ما بنكتبش كلمه بتوين، بنعملها بشكل ابسط، احنا بنعمل بس القوسين دول وبنكتب الرقم يعني ما بين 27000 و 37000 مثلا. بقى معناها كانها كده هي السالري ما بين الاثنين الرقمين دول يعني. ان نسينا ان، ماشي ان السالري ان دول بس. تمام كده، فجاب لي كل الناس اللي ما بين الايه؟ ما بين الرقمين دول، يعني 27 و37، فجاب لي كل الناس اللي ما بين 27 و37 بتوين الاثنين دول يعني. دي برضه من الحاجات اللي هي الشهيره. في برضه هاخد لي امرين كمان مشهورين في السلكتات كده، وبعد كده سيبني من السلكت. من الحاجات الشهيره برضه او المفيده، هي مش هي مش موجوده في باقي الحاجات بشكل معتاد في بقيه الاوامر، بس هنا بصراحه هي مثيره جدا. لو كنا بما اننا بنتكلم على لايك، حاجه اسمها اني، ممكن اني دي بقى اديها لايك زي ما انا عايز، ودي معناها بصراحه حاجه قويه قوي. معناها ابحث في اي حاجه، في اي بروبرتي من دول يكون فيها اللي انا هقول عليه ده. فهمتوا؟ اي بروبرتي من دول فيها اللي انا بقول عليه ده. طبعا دي شيء طيب يعني. طيب اجيب زي ايه مثلا؟ اعمل حاجه كده اكون خليط مثلا، هات لي اقول مثلا هات لي اي شيء بيبدا بحرف التي مثلا. تمام، اي حاجه تي واي حاجه. ايه الغرض اللي انا عايز اوضحه؟ هلاقي طاهر جه، هلاقي طه جه صح، طاهر جه صح، صلاح جه ليه؟ ما بيبداش بحرف التي ولا في حرف التي. اقول لك اه، عشان بس المهنه بتاعته بدات بتي، خد بالكم. فبيعمل ايه؟ فبيعمل الكونديشن على اي فيلد بقى يقابله، انا مش محدد. وده جنرال سيرش مفيد جدا يعني، ده جنرال سيرش بسيط ومفيد جدا جدا ومستخدم في يعني ادوات السيرش، ولا بنضطر احنا زمان نعمل بقى قصه طويله ونقول له الفيلد ده لايك كذا اور، الفيلد ده لايك كذا اور، الفيلد ده لايك كذا اور، وكلهم نفس الكونديشن بس نعمل اور 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 على الفيلدز كلها. احنا طبعا
الدنيا ابسط شويه. وكذلك طبعا ممكن ان انا اقول لو انا عايز اثبت ان انا بعمل اوردر باي كل الداتابيز الثانيه يعني اوردر باي والحاجه اللي انا عايز ارتب بالايه؟ بالمرتب بالراتب بالسالري مثلا. هلاحظ ان هو بدا يرتب لي السالري من 27 ل 37 من الصغير للكبير. لو عايز تحط كلمه عايز تكتبها بالعكس من الصغير بتحط كلمه ديسك ديسك ديسندنج ديسندنج يعني ترتيب الكبير للصغير يعني تنازلي اسمه ديسندنج تنازلي فعلا تبقى يعني دي كده يعني ايه نبذه سريعه كده على امر السكيل ومعناها ان اي حد عارف السكيل هيقدر ينتعش ويمشي في الطريق افضل من اي حاجه وبدون اي مشاكل يعني. انا بس فاضل لي امرين دلوقتي في الدي ام ال اللي هي الابديت والديليت عشان بس احنا كده اخدنا كل الدي ام ال هنا على السي على السيكوال بتاع الاورينت قبل ما نتنقل للايه ازاي نتعامل معاها من البايثون يعني. فعايزين مثلا نعدل مثلا السجل ده رانيا 27000 بريدج ماشي